Everything is difficult. Help me help you. Girl, what you trying to do? Cause I don't got a clue. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا النهارده، بجد وحشتوني في حلقه جديده من مطبخ ياسمين فاست فود. النهارده وبمناسبه دخول المدارس، خلاص فاضل عليها حوالي 15 يوم، بدات افكر في وصفات جديده تكون سريعه وتنقذ الام في وقت المدارس. ومن الحاجات طبعا اللي بتنفعنا جدا في وقت المدارس هي البانيه. البانيه وجبه محببه جدا للاطفال، وكمان بتكون مفيده. فانا النهارده فكرت ان انا اعمل لكم بانيه بطريقه جديده وسريعه، وكمان عايزه اعمل معاها حاجه من المقبلات برضو اللي بتفتح نفس اولادنا على الاكل، وهي سلطه الزبادي. النهارده اكلاتنا سهله، وهبدا اقول لكم انا هعمل ايه على طول في البانيه، بس هعمله بطريقه جديده. البانيه عندي هنا، انا كنت جايبه كيلو بانيه، انا هعمل النهارده نص بس كيلو، والباقي هتبله عادي واشيله في الفريزر، بيقعد طبعا بيبقى احلى كمان من اللي انا لسه عاملاه على طول. وعندي هنا بصلة كبيرة، انا ضربتها في الخلاط، مش هعمل مية بصل او عصير او اخلي تفل البصل كده احطه على البانيه بيتحرق، لا انا ضربت بصلاية بنص كوباية مية مع بعض في الخلاط. وهنا عندي بيضتين، وعندي كمان هنا بقدونس، وعندي كمان هنا هقول لكم على دي الاول، ده بودرة الزعفران. طبعا هي انا احط حبة صغيرين جدا، بتدي البانيه لون اصفر كده فاتح، بيبقى شكله اجمل طبعا. وهنا انا طبعا حاطه بقسماط، نص كوبايه بقسماط، وثلاث معالق نشا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. طبعا انا حاطه النشا هنا او البيكنج باودر عشان انا عايزه اطلع البانيه بتاعي مقرمش، الاطفال بيحبوا طبعا ايه الحاجات الايه المقرمشه، احسن ما يبقى البانيه بتاعي سوفت كده. ومش هقعد بقى احط البقسماط وبعدين طبق تاني دقيق وطبق بيض، لا انا هنا حطيت بصمات على طول على النشا على الدقيق على البيكنج باودر، وحطيت معلقه كبيره من الكمون، طبعا بتدي له نكهه جميله، كله مع بعضه. وهنا عندي طبعا كل التوابل اللي انت بتحبيها، معلقه صغيره توم، كاري، بصل باودر، فلفل اسود، توم باودر، بابريكا، كل البهارات اللي انت بتحبيها ممكن تضيفيها. ايه الجديد بقى عندنا النهارده في البانيه بتاعي؟ هو ان انا هعمله مقرمش، وحاطه نشا وبيكنج باودر وبودره الزعفران اللي هتديني لون ايه جميل معايا في البانيه. وكمان هنا انا عندي كوبايه زبادي، ممكن تستغني عنها وتحطي ربع كوبايه لبن علشان هي ادي البانيه بتاعي انا جبته وغسلته كويس جدا، شطفته كده بالميه، صفيته. وبعدين هجيب البصل بتاعي اهو، هحط عليه زي ما قلت لكم معلقه صلصه، وهحط كمان عليه معلقه كاتشب اهي شويه يعني كده. ومعلقه من السكر، واقلب كله مع بعض. وابتدي اضيفه على البانيه بتاعي. اقلب كويس. وبعد كده هضيف الايه الزبادي ايه بتاعتي. او ايه ربع كوباية لبن كده يعني ايه كم معلقة عشان تطريه. نبتدي بقى نضيف مع بعض التوابل بتاعتنا، زي ما قلت لكم كل التوابل اللي بتحبوها، معلقة صغيرة من كل حاجة،
بحط فيه جوز الطيب، تحط يعني ربع معلقه عشان ما تغيرش طعم البانيه لان طعمها بيبقى شديد جدا. واخر حاجه هحطها معاكم هي بودره الزعفران اللي هتديني اللون الاصفر اللي هو زي الكناريا، اللون الجميل دوت الذهبي بتاع ايه البانيه. بصوا دي بتستخدموا منها كميات قليله جدا لان بتديني لون فاقع جدا، ممكن طبعا لما تكون بتعمل الفراخ برضو تحطيها على الشوربه بتطلع لك الفراخ لونها ايه اصفر ايه فاتح من ده. بصوا بقى اللون بتاعي اهو اللون الاصفر، بصوا بقى عامل ازاي. لو عايزه تزودي شويه مفيش مشكله، هو مش بيغير في طعم الايه اللحوم بتاعتي اهو. بصوا اللون عامل ازاي، انا حطيت حوالي ربع معلقه صغيره اهو. طبعا بخليها تتشرب معايا التتبيله بتاعتي كويس اهو. يا سلام بقى لو تسيبيها ايه بقى في التلاجة من الليل للصبح كده او حوالي 3 4 ساعات تبقى طعمها طبعا ايه جميل. هي يعني المهم ما تسيبيهاش اقل من ايه من نص ساعة ساعة كده اهي. هحطها في التلاجة ساعة وبعدين اخرجها ونرجع نكمل مع بعض طريقة عمل البانيه المقرمش. انا بقى هحط الايه البيضتين بتوعي عليهم رشة فلفل اسود على طول على ايه. انا خرجته دلوقتي ايه من التلاجة ومن الفريزر حوالي نص ساعة، هحطه ايه عليهم كده على طول واقلبهم كويس بدل ما اقعد اطلع واحدة واحدة واحط في البيض. احنا بنحاول نعمل ايه اكلة سريعة بسرعة. وبعد كده هاخد ايه قطعة قطعة من البانيه بتاعي متبل. بصوا لونه حلو ازاي على طول، واروح حطهم في ايه في البقسماط اللي عليه الدقيق والنشا والبيكنج باودر والكمون، تبلهم كويس جدا مرة واحدة كده على طول، واروح حطاهم بعد كده في الايه في الفريزر كده نص ساعة تاني بس تتشمع بس كده قطع البانيه. تمسك ايه في البقسماط والدقيق بتاعي عشان ما ايه ما ينزلش منك في وانت بتقلي في الزيت. اهو في الوقت اللي انا شلت فيه البانيه بتاعي في الفريزر عشان يتشمع بجهز بسرعه معايا طبعا سلطه الزبادي 3 كوبايات زبادي وعليهم رشة بقدونس كده يعني ديها طبعا طعم شكل جميل. ورشة نعناع صغيرة يعني حوالي ربع معلقة نعناع صغيرة تديها نكهة وطعم ايه جميل. وثوم مهروس كمية قليلة جدا يعني حوالي ربع معلقة صغيرة. لو بتحبي طبعا نكهة الثوم ممكن بخليها نص معلقة صغيرة، ما تزوديش كتير عشان ما يبقاش سلطة الزبادي طعمها لاذع جدا معاكي. وبحط كمان هنا عندي معلقة زيت ذرة او ممكن زيت زيتون. ورشة ملح صغيرة مش كتير لان كده كده الزبادي بتاعتك بتبقى طعمها ايه فيها طعم اللذعان ده. واقلبها كويس واحطها بعد كده في طبق الايه التقديم بتاعك، وممكن تشيل في الايه التلاجة شوية كده بتبقى طعمها طبعا ايه جميل واحلى. لو عايزه تضيفي لها معلقه مايونيز صغيره ممكن طبعا بس مش كتير عشان ما يغيرش طعم سلطه الزبادي. يعني الاضافات دي زي ما انت عاوزه بايه براحتك.
اهو خلصت سلطه الزبادي بتاعتي، حطيتها في طبق التقديم وحطيتها حواليها جرنشتها كده بالايه بالبقدونس والطماطم الصغنونه دي. المهم يعني تبقى شكل الحاجه بتاعتك اللي انت بتقدميها لاولادك بيبقى منظرها يفتح نفسهم على الاكل، وممكن كمان طبعا لو هتقدميها لضيوفك. وانا ان شاء الله الفتره الجايه هحاول اعمل لكم اكلات سريعه تنقذنا طبعا في وقت المدارس، لان بتبقى الام مستعجله جدا على المذاكره وراهم عايزين يناموا بدري، يعني بتبقى ايه الوقت معاكي قليل جدا. وكمان بتنفع الاكلات دي للست اللي هي المرأة العاملة برضو، بتنقذ الوقت بتاعها وبتنقذنا في رتم الحياة السريع. شوية بقى انا مستنية كده البانيه بتاعي لما يتشمع وهنحمره مع بعض. وعايزة اقول برضو معلومة بالنسبة للناس اللي بيحبوا يعملوا الدايت، ممكن البانيه زي ما انا عملته بنفس الطريقة ياخدوه يحطوه في الشواية في الفرن، مش هياخد معاكي اكتر من 10 دقايق، وتقلبيه طبعا على الناحية التانية. طبعا كده بيبقى سعراته الحرارية اقل، وبيساعد طبعا في يعني ايه بيحول الدهون دي لايه لعضلات معاكي، وبيبقى ايه وجبة جميلة جدا في فترة الرجيم. وعايزه اقول لكم كمان ان انتم ممكن تعملوا كميه من البانيه بنفس التتبيله اللي انا عملتها وتحطوها في علبه بتتشال في الفريزر، ممكن تقعد معاكي حتى بالشهر ما بيجرالهاش اي حاجه، بس بتطلعي منها الكميه اللي انت ايه هتستخدميها قبل الاكل مثلا بساعه عشان تفك معاكي بسرعه، وتقليها بنفس الطريقه اللي انا هوريها لكم. انا اهو سبت البانيه بتاعي في الفريزر لغايه ما تشمع، انا سبته اكتر من نص ساعه شويه يعني حوالي ساعه الا ثلث او الا ربع حاجه زي كده. اهو هبتدي بقى اسخن الزيت، يبقى عندي زيت غزير واسخنه جامد وابتدي انزل فيه البانيه بتاعي، وما قلبوش طبعا على طول علشان البصمات ما يفكش ايه معايا، استنى لما ايه يبتدي ايه يحمر وبعدين اقلب البانيه معايا، ودي تكايه طبعا مهمه. اهي طبعا عشان الزيت بتاعي سخن خلي بالكم بتحمر معايا بسرعه، وكمان انا عشان حاطه نشا والبيض يحمر بسرعه طبعا البانيه، بس يعني هو بياخد حوالي ايه الوش الواحد بياخد حوالي نص دقيقه كده، وتقلبيه على الناحيه التانيه. بصوا هنا طلعت البانيه بتاعي، بدل ما اقعد اطلع بقى على مناديل المطبخ والحوارات دي، لا انا بقى على طول في مصر هنا بسيبها تصفي اهو الزيت بتاعي، طبعا الحمد لله ما شربتش زيت كتير اهو. بصوا لون هنا لون بودر الزعفران مخلي البانيه من جوه طبعا اصفر ولونه ايه زي الكنري كده لونه جميل الشكل كويس اهو. انا خلصت عندي اهو طبق البانيه بتاعي لونه اصفر وجميل، بصوا لون بودر الزعفران خليته ايه خليه لونه كده فاتح كده جميل، وبيبقى لونه ايه طبعا رائع ومحمر كده حتى ايه بيبان اهو. اول ما تيجي طبعا تاكلي اول ما تشيل الحتت دي عندك بص بيبقى لها شكله ايه من جوه اهو، طبعا ايه الشكل جميل وبيفتح النفس اهو الحمد لله ما شربش زيت، وشكل الطبق رائع، ويا ريت تجربوه طالع مقرمش عامل زي السمك الفيليه كده، وان شاء الله والله هيعجبكم خالص. ومعايا طبعا سلطه الزبادي اللي كنا عملناها مع بعض من شويه، ممكن بقى تقدمي معاه مكرونه رز تعملي سندوتشات الحاجه اللي انت تحبيها. واتمنى ان وصفه النهارده انها تكون عجبتكم، انها تكون اكله سريعه وهتنقذكم جدا في وقت المدارس وفي رتم الحياه السريع. وبشكركم جدا لحسن استماعكم ليا ولدعمكم ليا، وما تنسوش زي كل مره ما بقول لكم ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي مطبخ ياسمين فاست فود لو وصفتي النهارده عجبتكم. سلام.